نعم. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه، قد قال الله تعالى في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ أحب أن أنبه على بعض الأشياء التي تحصل بعض الأخوان. البارحة خرجنا مع بعض الأخوان لما خرجنا من الدرس، وقال إن السؤال الذي أجبت عليه، بعض الأسئلة التي أجبت عليها، هذا يقصد به كذا وكذا، فلا بد أن تنبه. قلت أنا أجبت على السؤال، كيف، من الذي يقصد هذا؟ قال: هؤلاء يقصدون كذا وكذا. كيف هذا الشخص يدخل في المقاصد والنية؟ ما الذي علمك؟ أشققت عن قلبه؟ هذا سؤال أجبت عليه. يقول: لا، السائل قصد فلان من الناس. وهذا يحصل كثير. بعض الأحيان يقول: هذا السائل قصده فلان من العلماء أو من المحدثين، أو قصده فلان من الملوك أو من رؤساء الجمهوريات أو الشخص. كيف يقول هذا الكلام؟ سؤال واضح، ما في إشكال، أجب عليه. كيف يقول إن مقصود السائل أشققت عن قلبه؟ هذه من المصائب الآن اللي ما عرفت إلا في هذا الزمن، الدخول في المقاصد والنيات. المقاصد، الدخول في المقاصد والنيات. أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي رفع السيف، لما رفع السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعودا يخشى بها. قال: أشققت عن قلبه؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءك؟ فما زال يكرر عليه حتى تمنى أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم. فأشققت عن قلبه. هذا الأخ الله يهديه جاء يكرر كذا، ولا نبهت في أول يوم. ينبغي الإنسان لا يسأل الأسئلة المفيدة، يترك الأسئلة التي فيها إعنات وإحراج المسؤول. دخول في المقاصد والنيات، اتقوا الله. ما عرفنا إلا في هذا الزمن الآن بعض الناس يقول مقصود كذا وكذا. ثم أيضا تحزبات عند بعض الشباب، هذا إخواني، هذا جامي، هذا سروري، هذا كذا. يقول: لا، هؤلاء التكفيريون يريدون كذا وكذا. إخوانك زملائك التكفيريون، كيف تقول تكفيريون؟ وهذا يقول: لا، هؤلاء الجامية. إيش هالتحزبات هذه؟ بس كلكم طلبة علم، كلكم إخوان، كلكم تطلبون علم، كلكم من نفس الواحد، كلكم من أهل السنة والجماعة، كلكم درستم التوحيد، درستم العقيدة الواسطية، درستم الحموية. كيف هالتحزبات؟ كيف هذا يقول هذا جامي، هذا تبليغي، هذا سروري، هذا تكفيري، هذا كذا؟ ينبغي ينبغي لكم أن تتحدوا، تكون كلمكم واحدة، كلكم أهل السنة والجماعة. إذا قلت أنت تقول: أنا على معتقد أهل السنة والجماعة، أنا معتقد الصحابة والتابعين على ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، أنا على عقيدة الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين والأئمة والعلماء. كل واحد يجب عليه أن يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة. إذا غلط بعض الناس أو غلط يرد، لكن هالتحزبات التي يخشى عليها تقضي على كثير من الحسنات، حزازات واتهامات، تحزبات يعني صرفت الكثير عن طلب العلم، حتى ان بعض الشباب يكون في حيره، يقول: اروح بعض الحلقات، يقول: انت اخواني ولا سلفي؟ أنت كذا، اذا كنت اخواني مثل معنا خلاص، ولا ويطردونه.
وإذا كان بالعكس سلفي يطردونه ولا يدري أين يذهب، يبقى في حيرة، يذهب إلى هؤلاء طردوه، إلى هؤلاء طردوه. إيش هذا الحزم هذا؟ اتقوا الله، توبوا إلى الله عز وجل، اتركوا التحزبات، إنما المؤمنون إخوة. المسلمون هذه التحزبات فيها أصابع أرادت تفريق الشباب وأرادت قطف الصحوة الإسلامية، أصابع من أعداء الله يريدون أن يفرقوا المسلمين، يريدون أن يفرقوا الشباب ويضيعوهم، ويضيع عليهم طلب العلم في النيات والمقاصد. لا يجوز الإنسان أن يقول إن السائل مقصده كذا وكذا، أنت تعلم الغير، شغلت عن قلبك السؤال، سأل من السؤال واجبنا على السؤال، أنت عرف السائل، هل شغلت عن قلبك؟ لا، يريد فلان، يريد رئيس الجمهورية الفلان، يريد الملك الفلان، يريد المحدث الفلان، يريد الشخص الفلان، يريد الحزب الفلان. ما قالها، ما قال شيء، سأل سؤال واجبنا على السؤال. كيف تعلم الغيب؟ تقول يريد. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهو الذي ليس عليه دليل، ما عندك دليل على أن هذا، على المقصود السائل هذا. قال بعض السلف: لا تظن في كلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. ما دم تجد لها من الخير محملا احملها على محمل الخير، ما عندك دليل. هذا الإثم، هذا الظن الإثم الذي يحاسب عليه الإنسان، ما عليه دليل. أما إذا وجد دليل لا بأس، ما عندك دليل، ما تعرف الشخص الذي سأل السؤال، ولا تعرف نيته ولا قصده، ولا هناك دليل. سؤال عادي مثل الأسئلة. كنت تدخل في المقاصد، يأتي يقول لا نبههم أنه ليس مقصود هذا الشخص، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كذا، هؤلاء جامية، هؤلاء كذا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو اللي يضيع العلم، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يذهب بركة العلم، يجعل الناس شيعا وأحزابا. والله تعالى أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. إذا أشكل عليك شيء، اختلفت أنت وأخيك في شيء، اسأل أهل العلم الكبار، قل ما حكم المسألة الفلانية؟ بقول تتهم وتظن ظنا ليس عليه دليل، وتدخل في المقاصد والنيات بغير دليل، هذا لا يجوز لك، حرام عليك وأنت آثم. فاتق الله واحذر. أرجو ألا يتكلم أحد مثل هذا الكلام، يقول المقصود السائل كذا وكذا، مقصود الحزب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني أو المحدث الفلاني أو كذا، أو العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني. احذروا من هذا الكلام، من الظن بغير دليل، فإنه هذا هو الذي فيه إثم، إن بعض الظن إثمه الذي ليس عليه دليل. احذروا من التحزبات، كلكم حزب واحد، حزب الله، المؤمن كلهم حزب واحد، من غلط يرد عليه الغلط، من أخطأ يرد عليه الخطأ. إلا الشخص الذي يظهر بدعة، يظهر بدعة الخوارج، بدعة المعتزلة، بدعة الرافضة، بدعة المرجئة، واضح أنه يقال أنت، يقول هذه بدعة، ينصح عن هذه البدعة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والسلامة والعافية. سلامة الصدور هذه لها أثر عظيم. كلكم عارف قصة الرجل الذي جاء في الحديث، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند بعض أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فجاء رجل تنطف لحيته، علق معلقا عليه بيديه، وفي اليوم الثاني والثالث يطلع هذا الرجل، فصاحب عبد الله بن عمرو وقال: إني لاحيت أبي وإني أريد أن أبيت عندك إن شئت. فبات عنده، قال نعم، بات عنده 3 ليال ولم يجد عنده كبير عمل، إلا أنه يستيقظ آخر الليل، إلا أنه كلما استيقظ ذكر الله. فلما انتهت الأيام الثلاث قال:
يا أخي ليس بيني وبين أبي شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة تطلع عنك وأنا أريد أن أعمل مثل عملك، ما رأيتك عمل، ما هو عملك؟ قال هو ما هو إلا ما رأيت. فلما أراد أن يولي قال إلا أنني أخرج أو أبيت وأخرج وليس في صدري ولا أجد في نفسي حسدا أو حرجا لأحد من المسلمين. سلامة الصدر لها تأثير عظيم. مسلم وطالب علم يجب يكون في صدر غل لأخيه، يحقد عليه ويظن به ظن السوء، يسميه تكفير، يسميه كذا، وينبذ في الألقاب السيئة ويقول أنه يريد كذا ويقصد كذا بدون دليل. هذا سلامة الصدر ولا هذا حقد؟ هذا حقد، حقد وعداوة وبغضاء. لا يتصف بها المؤمن، لا ينبغي يتصف بها المؤمن، فكيف بطالب العلم؟ نسأل الله الجميع السلامة والعافية. المؤلف رحمه الله لا يزال يستعرض الآيات من كتاب الله تعالى سورة سورة في وصف المنافقين، وذلك أن المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنوا الكفر خطرهم على الإسلام شديد، لأنهم عدو ملتبس يخفى أمره يعيش بين المسلمين، بخلاف الكافر ظاهرا وباطلا فهذا عدو مكشوف واضح لكل أحد. فلهذا أكثر الله من أوصاف المنافقين في كتابه العظيم. قال سبحانه وتعالى في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقول عن المنافقين قل آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني يظهرون الإيمان والطاعة لله ورسوله، ثم ولكنهم يعرضون عن حكم الله وعن حكم رسوله. فإذا دعوا إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسول الله في حياته وإلى سنة بعد وفاته أعرضوا وتولوا. الله تعالى نفى عنهم من قال وما أولئك بالمؤمنين، أين الإيمان؟ يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولون، يعرضون عن الأوامر وعن التحاكم إلى شرع الله ودينه، أين الإيمان؟ قولهم فعلهم يناقض قولهم. ولهذا قال سبحانه وما أولئك بالمؤمنين، ليس أولئك بالمؤمنين الذين يتولون عن الأوامر الذي كذب وتولى، هذا وصف الكافر، يكذب الخبر ويتولى عن الأمر، الذي كذب وتولى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر. فهؤلاء يتولون عن الأوامر والنواهي، ما يمتثلون ولا يتحكمون إلى شرع الله ودينه. ولهذا قال سبحانه نفع عنهم الإيمان فقال وما أولئك المؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى التحاكم يتولون عن الأمر وهم يظهرون الطاعة في الظاهر ويتولون في الحقيقة والواقع عن الأوامر، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا. ثم قال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوا أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل في قلوبهم مرض ملازم لهم أم عندهم شك وريب أم يخافون الجور من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكل واحد من هذه الثلاثة يدل على نفاقه وكفره. كل واحد من هذه الثلاثة كفر. أفي قلوبهم مرض الكفر والشك أم ارتابوا في قلوبهم الشك والريب أم يتهمون ربهم ونبيهم بالظلم والجور؟ وكل هذا كفر وضلال. ثم بين وصف المؤمنين الخلص وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا وصف المؤمنين، وصف المؤمنين السمع والطاعة والامتثال. نعم. وقال تعالى في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم
أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. نعم قال تعالى في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا وصف المنافق أنه إذا أوذي ارتد عن دينه ما يتحمل المحنة شدة ارتد عن دينه. ولهذا قال المؤمن الصلاة يقول آمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولون إنا كنا معكم. إن حصل للمسلمين نصر وغنيمة وفتح جاءوا وقالوا نحن معكم وطلبوا المشاركة في الغنيمة، وإن حصل نكسة وهزيمة ارتد عن دينه نعوذ بالله. كقوله تعالى في سورة الحج ومن الناس كقوله تعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ارتد عن دينه. إن أصابه خير من فتح ونصر وغنيمة قال هذا دين طيب، وإن حصل المسلمين نكسة وهزيمة ارتد عن دينه انقلب على خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر المبين. وهنا بين أن المنافق لا يصبر على المحن وعلى السدائد، فإذا أصبت محنة وشدة ارتد عن دينه، وإن حصل له مال وغنيمة وسعة بقي لأنه ليس عنده إيمان يثبت به على يثبت به قلبه، ولكنه على كما في الآية الأخرى على حرف على طرف. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وتعالى عالم بما في صدور العالمين من الإيمان والطاعات ومن الكفر والنفاق. ولهذا قال سبحانه ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، من لا يعلمنهم علم ظهور وهو سبحانه عالم في حاله، لكن المعنى أنه سبحانه وتعالى يجعل من الأسباب ما يظهر به المنافق للناس ظهور عيان المحن والشدائد والمصائب يتبين بها المؤمن الصابر الثابت على دينه من المنافق الذي ليس عنده إيمان ولا ثبات يظهر نفاقه عند المحن والشدائد. ولهذا قال ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. نعم. وقال تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وذكر فيها شأنهم في الأحزاب وذكر من أقوال المنافقين وجبنهم وهلعهم كما قال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى قوله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قال تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، إلى قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في سورة القتال، نعم، هذه الآيات في قصاص المنافقين وفي شأن المنافقين في سورة الأحزاب، سميت الأحزاب باسم الغزوة، غزوة الأحزاب التي تحزب فيها الكفار وتجمعوا من كل حدب وصوب وصوب حتى حاطوا بالمدينة النبوية للقضاء على الإسلام والمسلمين. قال الله تعالى في أول هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. اتق الله، هذا أمر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتقوى فغيرهم باب أولى، وتقوى الله هي جمع الدين وهي أصل الدين وأساس الملة. قال طلق بن حبيب: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تجعل بينك وبين النار وغضب الله وقاية التوحيد وأداء الواجبات وترك المحرمات. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، نهى عن طاعة الكفار والمنافقين. وهذا يراد به التنبيه بالأعلى على الأدنى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلى وهو المعصوم يوجه إلى هذا الخطاب فغيرهم باب أولى. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فإذا المؤمنون مأمورون بتقوى الله ومأمورون لئلا يطيعوا الكافرين والمنافقين، ومأمور بالتوكل على الله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أنه في وقت الشدائد والمحن في غزوة الأحزاب نجم النفاق وظهر، وذلك أن غزوة الأحزاب حصل فيها محن وشدائد على المؤمنين ورمتهم العرب عن قوس واحدة، وذلك أن بعض رؤساء اليهود ذهبوا إلى كفار قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوهم بأن يساعدوهم، وذهبوا إلى غيرهم من القبائل فاستجابوا لهم وتحزبوا وتجمعوا. جاءت قريش جاءت أبي سفيان وجاءت بنو غطفان وغيرهم من العرب، وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. فالنضير أجلوا فنقضوا العهد، ونقضت قريظة العهد، فكان يوما شديدا، كانت في هذه الأيام شديدة على المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فرج كربة المؤمنين ونصر المؤمنين بالملائكة والريح بجنود لم يرها المسلمون بسبب تقواهم، تحقيقا لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. ولهذا خاطب الله المؤمنين وأمرهم يعني يشكر الله ويذكر نعمته عليهم حيث نجاهم من عدوهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من الكفرة من جميع قبائل ومعهم قريش، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ريح وجنود من الملائكة، وكان الله بما تعملون بصير، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بعضهم نزل في أسفل المدينة وبعضهم نزل في أعلاها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لما سمع بقدوم قريش بإشارة من سلمان الفارسي، حفر الخندق حول المدينة حتى لا تقتحمه الخيول، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الأمر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
بعد ذلك نجم النفاق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال معتم من المنافقين كذا المنافقين أين محمد يعدنا بأن نأكل من خزائن كسرى القيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الغائط من شدة الخوف. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يعني المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. قال الله ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال ولو دخلت عليهم من أقطارها المدينة ثم سئلوا فتنة لآتوها. يعني لو دخلت عليهم المدينة ثم سئلوا فتنة يعني ثم لارتدوا وسارعوا إلى كفر. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قال الله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. كل هذه في وصف المنافقين. ثم قال سبحانه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. يعوقون ويثبطونهم ولا يأتون البأس إلا قليلا. الحرب وقتال أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف والفزع والقتال هذا وصف المنافقين. رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأسئلة حداد أشحة على الخير. إذا ذهب الخوف والحرب والقتال صاروا فصحاء وبلغاء تكلمون بكلام فصيح بليغ يطالبون بحقوقهم والمشاركة في الغنيمة. فإذا جاء الخوف والحرب رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم النور. قال الله أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم بكفرهم وضلالهم ونفاقهم وكان ذلك على الله يسير. ثم قال يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. بشدة هلعهم وخوفهم لما ارتحل الأحزاب يظنون أنهم ارتحلوا بشدة الخوف والهلع والجبن ارتحل الأحزاب وذهبوا لكن بشدة خوفهم لا يزالون يرتعشون ويرعبون ويخافون. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألوا عن أنبائكم. إذا جاء الأحزاب يتمنون أنهم ليسوا في المدينة وإنما خارج المدينة في البوادي يسمعون الأخبار ماذا حصل للمسلمين. سمعون الأخبار من شدة خوفهم. وإيات الأحزاب ويودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه أوصاف المنافقين بينها الله لنحذرها. فالمؤمن يرجو ما عند الله يرجو ثواب الله والدار الآخرة عنده شجاعة عنده أقدام عنده قوة وثبات قلب لا يكون كالمنافقين. ولهذا وصف الله المؤمنين فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال في آخر السورة قال سبحانه في آخر السورة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم يعني لنسلطنك عليهم ثم لا يجاور لك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال في آخر السورة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الأوصاف قصها الله علينا لنحذرها ولنعلم الأعداء لنعلم أعداءنا الذي يتصفون بهذه الصفات ويتكلمون بالكلمات التي تدل على كفرهم وضلالهم. نعم. وقال تعالى في سورة القتال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول إلى ما في السورة من نحو ذلك. نعم. وهذا الآية في سورة القتال وقال سورة محمد سمى سورة القتال وسمى سورة محمد
يقول الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذا المرض مرض النفاق والشك والشبهة, وهو أشد من مرض الشهوة. مرض الشهوة مرض المعاصي, ومرض الشبهة وهذا مرض القلب, مرض الشك والريب والنفاق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم, بل إن الله تعالى سيخرج أضغانهم ويبين صفاته لعباده المؤمنين. ولهذا قال سبحانه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم, ولكنه سبحانه وتعالى أخفى ذلك لتكون الأحكام على الظاهر والسرائر توكل إلى الله عز وجل. ولا تعرفنهم في لحن القول, قد يظهر من أقوالهم ما يدل على ما تخفيه بواطنهم, والله يعلم أعمالهم. ثم قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله تعالى يختبر عباده بالسراء والضراء والمحن والشدائد حتى يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن الكافر من المنافق, كما قال سبحانه في آية العنكبوت ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. نعم. وقال تعالى في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى في سورة الحديد. نعم, هذه الآيات في سورة الفتح سميت إن فتحنا لك فتحا مبينا, والمراد بالفتح هو صلح الحديبية, سمي فتحا لأنه مقدمة الفتح وسيلة, حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الهدنة والصلح بينه وبين الكفار 10 سنين تضع الحرب أوزارها اختلط الكفار بالمسلمين لأنه أمنوا وسمعوا كلام الله وكلام رسوله فأسلم عدد كبير, وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر وحصل خير عظيم. ثم بعد ذلك نقضت قريش العهد بعد السنتين فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة فسمه الله فتحا. يعني بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتحه؟ قال نعم. ولهذا قال الله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهو صلح الحديبية يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فيها سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ثم قال سبحانه ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. هذا جزاء المنافقين والمشركين الظانين بالله ظن السوء. هذا الظن ظن السوء جاء تفسيره بأنهم ظنوا أن الله تعالى يخذل رسوله والمؤمنين وأن النبي سيقتل ويقضى على الإسلام والمسلمين وأنه لا تبقى الإسلام قائمة. هذا ظن السوء. من كان يظن أن الحق يقضى عليه وأنه لا يبقى للحق وأن الله يدير الباطل الحق إدارة مستمرة ينتهي مع الحق ولا يبقى للباطل فقد ظن بالله ظن السوء, لأن الله تعالى وعد بأنه في دينه. قال هو الذي أنزل السكينة في قلوبه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا بد أن نظهر هذا الدين. ولهذا في الحديث لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك بيت بدر
ولا شعر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحق لا بد أن يبقى, طائفة منصورة باقية إلى قيام الساعة, بشارة بشارة, لا بد أن تبقى طائفة على الحق. لكن هذه الطائفة أحيانا تقل وأحيانا تكثر, وأحيانا تكون مجتمعة وأحيانا تكون متفرقة. قد تكون في مثلا في بعض الأزمة تكون في الجزيرة العربية, قد تكون في الشام, قد تكون في مصر, قد تكون في أفريقيا, قد يكون منها بعض الناس بعضها هنا بعضها هنا. في آخر الزمان قبيل خروج الدجال تكون في الشام بعد خروج المهدي, تحصر الفتن أهل الحق فيجتمعون في الشام بعد الحروب الطاحنة التي تحصل لهم بعد فتح القسطنطينية, يخرج الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالمنافق هذا ظن المنافق, ظن السوء هو ظنهم أنه سيقضى على الإسلام والمسلمين وأنه سينتهي هذا الدين ولا تقوم له قائمة, وأنه باطل سوف ينتصرون على المؤمنين ويقضون عليهم. هذا ظن السوء, هذا الظن, هذا ظن النفاق والكفر. الظانين بالله ظن السوء ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء تعود وبال ظنهم عليه. هذا ظن الكفر, من ظن بالله هذا الظن هذا ظن كفري, هذا ظن السوء الذي هذا ظن الكفر والنفاق, هو أن يظن بالله أنه لا ينصر الإسلام والمسلمين وأنه سيقضى على الحق وسيقضى على المسلمين وأنه لا تبقى للحق قائمة. هذا ظن السوء, هذا ظن الكفر والنفاق. من ظن بالله هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء, فعليه دائرة السوء, وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. فالواجب على المسلم أن يظن بالله وظن أن يظن بالله الظن الحق, وأن يظن بالله وأن يحسن الظن بربه, وأن يعلم أن هذا الدين لا بد أن ينتصر وأن الله لا بد أن ينصر دين الإسلام. وفي الحديث الصحيح القدسي يقول الرب عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء, أو كما جاء في الحديث. وهذا فيه تحذير لنا من صفات المنافقين. صفات المنافقين أنهم يظنون بالله ظن السوء, يظنون بالله ظن السوء. المنافق لكفره وضلاله يظن أن الله تعالى سيهزم الحق وأهله وسيقضى على الحق وأنه يبقى له قائمة وأن الدولة تكون بالباطل ولا يقوم الحق قائمة. هذا ظن السوء, من ظن بالله هذا الظن فهو منافق, عليه دائرة السوء. من ظن هذا الظن فهو من أهل النفاق, لأن الله تعالى أخبر لأنه سيظهر دينه على الدين كله, وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة على الحق. فهذا الظن يدل على الكفر والنفاق, ولهذا ذكر هذا, بين هذا الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يظنون بالحق بالله غير الحق ظن الجاهلية, وذكر هذا الظن بالله ظن السوء. قال هو أن يظن بالله أنه يدين الباطل على الحق إدارة مستمرة وأنه لا يبقى على الحق. قال ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنت عن قدر وقادر وملامة الله وأنه ينبغي أن يكون كذا وأنه ينبغي أن يكون كذا ولماذا يكون كذا. يجد بعض الناس هكذا يعترف على الله أنه لماذا يكون كذا, لماذا يقدر كذا, لماذا يعطي هذا, لماذا يجعل هذا غني, لماذا يجعل هذا فقيرا, وهذا يعترف على الله. ثم قال الشيخ رحمه الله وفتش نفسك هل أنت سالم, فتش نفسك هل أنت سالم من الظنون السيئة أو غير سالم, فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة, وإلا فإني لا إخالك ظالم. يعني كل واحد يفتش نفسه
ويتفقد حاله من الظنون السيئة بالله، من الظنون السيئة الاعتراض على الله وعلى قدره وعلى إنعامه على من أنعم عليه. فالله تعالى ذكر هذه صفات المنافقين لنحذرها. هذا ظن النفاق والكفر، أن يظن أن الله أن الحق يقضى عليه وأن دين الله سيضمحل ولا يبقى له باقية ولا تقوم له قاعدة، هذا ظن الكفر والنفاق نعوذ بالله. نعم. قال تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وقال تعالى في سورة المجادلة: نعم. وهذه الآيات فيها بيان حال المؤمنين وحال المنافقين. حال المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله باطنا وظاهرا، استقاموا على توحيد الله وطاعته، وحال المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ودبروا الحيل والمكائد في الدنيا للقضاء على الإسلام والمسلمين. ماذا كان حالهم؟ ماذا كانت نتيجتهم؟ كانت النتيجة أن المؤمنين نجاهم الله من شدائد يوم القيامة وأهوالها وحصلوا على الفوز العظيم والنعيم المقيم. وأما المنافقون فإن نفاقهم وكفرهم خذلهم أحوج ما كانوا إليه، طفئ نورهم وصاروا في الظلمات ثم سيقوا إلى الجحيم والدركات في النار، نسأل الله السلامة والعافية. بين الله حالهم ومآلهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني أمامهم يمشون بالنور. هذا نور الإيمان، نور الإيمان في الدنيا صار لهم نور حسية في الآخرة يوم القيامة، يمشون بهذا النور. الإيمان نور، لما كانوا صادقين في إيمانهم انقلب هذا النور المعنوي في الدنيا صار نورا حسيا في الآخرة، يمشون أمامه يكشف لهم الطريق، يمشون على بصيرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. بشراكم اليوم بشرهم الملائكة، بين الله أنهم حصلوا على الفوز العظيم. أما المنافقون فقد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. مشى المنافقون والمؤمنون جميعا في النور ثم انطفأ نور النفاق، يعني المنافقون لا يزالون في خداعهم، يظنون أنهم مع المؤمنين. لما كانوا مع المؤمن في الدنيا ظنوا أن هذا سينفعهم، فمشوا معهم يوم القيامة فانطفأ نورهم. فقالوا للمؤمنين، المؤمنون بقي نورهم وانطفأ، انظرونا نقتبس من نوركم، اصبروا انتظروا انطفأ النور ما عندنا نور، انظرونا نقتبس من نوركم. قالوا المؤمنين ارجعوا وراءكم فالتمس نورا فضرب بينهم بسور له باب. ضرب بين الصحابة، جعل فاصل بينهم وبين المؤمنين،
بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين وباطنه فيه العذاب من قبل المنافقين ثم سيقوا إلى النار نعوذ بالله. هذا جزاءهم بسبب كفرهم وعنادهم. ينادونهم ألم نكن معكم، نادى لما انطفأ نور المنافقين وضرب لهم بالسور جعل صوتون ما عنده الآن إلا النداء. ينادونهم نادى المنافقون ألم نكن معكم في الدنيا، نحن نصلي معكم نصوم معكم نجاهد معكم، ما لنا، ما الذي حصل، لماذا فرقنا؟ قالوا بلى معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الأرض. لستم على استقامة ولستم على إيمان ولستم على توحيد، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ما يمكن أن تفدوا أنفسكم من عذاب الله، لا أنتم ولا الكفار ظاهرا وباطنا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعافية. هذه عاقبة الكفار والمنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال تعالى في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إلى قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، إلى آخر السورة. وقوله: ما هم منكم ولا منهم، كقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. هذه الآيات من سورة المجادلة في صفات المنافقين. الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا نعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. نهاهم الله عن النجوى، عن التناجي بالسر، لأن المنافقين يتناجون والكفار قد يتناجون في الكلام فيما بينهم فيما فيه مضرة على المسلمين، فنهاهم الله فلم ينتهي هؤلاء المنافقون، لم ينتهوا عصيان الله والرسول. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون، استمروا لكن يتناجون بأي شيء، بالإثم والعدوان، بالإثم مع بما فيه إثم ومعصية، والعدوان فيما فيه عدوان على المسلمين في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. وإذا جاءوك، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وهذا في المنافقين من اليهود، إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، يظهرون أنهم مسلمون، سلام عليه، يقول سام عليه، تحرفون اللام سام، والسام هو الموت، سام عليه، حيوك بما لحيك به الله. ولما كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون يقول سام عليه، فيقول وعليكم، فسمعتم عائشة وراء الحجاب فقالت وعليكم السام واللعنة، فقال النبي يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش، فقالت رسول الله لم تسمع ما قالوا، قل سام، قال ألم تسمع ما قلت، قلت وعليكم، رددت عليهم تحيتهم فإنها تقبل منا ولا تقبل منها، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لولا يعذبنا الله، لو كان نبيا لعذبنا بقولنا له ما نقول. هذا اليهود المنافق من اليهود، يقولون يسلمون يحيونه بما لم يحي به الله ويقولون في أنفسهم فيما بينهم إذا خلى بعضهم إلى بعض لو كان نبيا لعذبنا بقولنا له ما نقول. فأنزل الله هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول
حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. تكفيهم جهنم, تكفيهم جهنم يصلونها وتغمرهم من جميع الجهات, وبئس المصير مصيرهم, وبئس المقام مقامهم. وقال سبحانه فيها ألم ترى فيهم في المنافقين ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. هذا وصف المنافقين, تولوا يعني أفضل بالموالاة, ولو اليهود ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم هم اليهود. فالمنافقون يتولونهم من دون المؤمنين, يحبونهم وينصرونهم ويؤيدونهم, وهذه الموالاة كفر, كفر وردة. ولا تكفر يعني محبة الكفار, محبة الكفار لدينهم هذه كفر وردة. وهذه وقعت من المنافقين, فإنهم يتولون اليهود الذي وصفهم الله بقوله غضب الله عليهم ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعني المنافقون هذا وصفهم, ما هم منكم يعني ليسوا من المؤمنين, ليسوا من المؤمنين المنافقين, ولا هم منهم وليسوا من اليهود, بل هم صفة ثانية. ومن أوصافهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون, يحلفون على الكذب وهم يعلمون كذبهم. هذه من أوصاف المنافقين, للتحذير من هذه الأوصاف. الله تعالى قص علينا خبرهم ونبأهم وبين لنا أوصافهم لنحذرهم. الواجب على المسلم أن يحذر من تولي الكفرة واليهود, ويحذر من الكذب, من الحلف على الكذب. أعد الله لهم عذابا شديدا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. جعلوا الأيمان سترة, الأيمان هم يجعلون سترة في إخفاء كفرهم ونفاقهم. فإذا جاءوا النبي حلفوا, حلفوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظواهرهم ويكفي سرائهم إلى الله. تخلفوا عن غزوة تبوك, فلما جاء النبي حلفوا أنهم لا يستطيعون وأن لهم أعذار, فقبل النبي صلى الله عليه وسلم سرائرهم ظواهرهم وحالهم ووكل سرائرهم إلى الله. فهم اتخذوا منها جنة سترة, يجعلوا الإيمان سترة يتسترون بها في إخفاء كذبهم وكفرهم ونفاقهم. فصدوا عن سبيل الله بذلك فلهم عذاب مهين. لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما تنفعهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة بل يخلدون في النار. لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم كاذبون. يوم القيامة إذا بعثوا يبقون على كذبهم وخداعهم, يحلفون أمام الله عز وجل أنهم صادقون كما يحلفون للمؤمن في الدنيا, ويظنون أن هذا ينفعهم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم كاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله, استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله توحيده وطاعته. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وقال تعالى في سورة الحشر هذا مثل المنافقين مذبذبين, لهم ظاهر ولهم باطن, ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكفار. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة تعير إلى هذه وإلى هذه. الشاة بين الغنمين, مرة تذهب معها مع هذه الغنم ومرة تذهب مع هذه الغنم, مذب ما عندها ثبات. كما قال الله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار. مرة مع المؤمنين ومرة مع الكفار, يخافون عندهم ذعر. يقول نجعل يد مع المؤمنين, انتصر المؤمنون شاركناهم في الغنيمة وقلنا معكم, وإن هزم المؤمنون وانتصر الكفار صرنا معهم. ما عندهم ثبات يعني ما عندهم إيمان, مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة التي
تذهب إلى بين الغنمين، تذهب إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. نعم صلى الله عليه وسلم. وفي التحذير، التحذير في هذا، في التحذير من صفات المنافقين والحث على الإيمان والثبات والاستقامة. نعم. وقال تعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقد ذكر في سورة المنافقين. نعم، هذه الآيات في صفات المنافقين من سورة الحشر، يقول فيها الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، يعني المنافقين، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود، وذلك أن عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين جاءوا إلى اليهود بني قريظة وحرضوهم على نقض العهد وقالوا: نحن معكم، إن قاتلكم محمد قاتلنا معكم، وإن أخرجوكم وإن أخرجكم خرجنا معكم. فهو المنافقين يمنون اليهود ويقول: نحن معكم، إن قاتلكم محمد قاتلنا معكم، وإن أخرجكم خرجنا معكم. وهم كذبة، هم أجبن من ذلك. ولهذا قال الله تعالى في أنزل الله من قوله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود لئن أخرجتم، يعني من المدينة، لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. والله تعالى بين كذبه فقال: والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذا وصف المنافقين، هم كذبة. لا، لما أخرج اليهود ما خرجوا معهم، ما استطاعوا الخروج، ولما حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بني قريظة ما نصروه ولا قربوا منهم، يخشون على أنفسهم، ولو قاتلوا، لو قاتلوا على الفرض والتقدير، لو شرط تقديري، لو قاتلوا لانهزموا، لولوا منهزمين. قال الله سبحانه في وصفهم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا وصف المنافقين، يعني المؤمنون في صدورهم يخشونهم ويخافونهم أشد من خوفهم من الله، لأن ما عندهم إيمان، ما عندهم، لو كان عندهم إيمان لخافوا الله، لكن صاروا يخافون من المؤمنين أكثر من خوفهم من الله، يخافون من المؤمنين يطلعوا على ما في نفوسهم من النفاق فيقتلوهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم بين من أوصاف اليهود، قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جزر. هذا وصف اليهود، أنهم لا يقاتلون، من وصفهم الجبن والهلع، لا يقاتلون إلا في القرى المحصنة من وراء الحصون، ما يبرزون الصحاري، لأنه ما عندهم إيمان ولا يرجون الشهادة. لا يقاتلون إلا جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ثم ضرب لهم مثلا، ضرب مثلين، مثل الذين من قبلهم الذين ذاقوا وبال أمرهم، والمثل الثاني بالشيطان، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. مثل المنافقين، المنافق حينما يحرضون اليهود على نقض العهد ويقول نحن معكم يكذبون، ورطوهم فلما نقضوا العهد تركوه. كمثل الشيطان دعا الإنسان الكفر فلما كفر تبرأ منه. جاء في سبب نزول هذه الآية قيل إنها نزلت في رصيص العابد، وذلك أنه جاءه الشيطان فلم يزل به حتى زنى بامرأة وحبلت ثم قتل الولد،
ثم جاءه الشيطان ثم أخذ وصلب فجاءه الشيطان فقال أنا الذي فعلت بك كذا وكذا وأنا أخلصك إذا فعلت شيئا واحدا. قال ما هو؟ قال ثم لي برأسة السجود. فأوضى له برأسة السجود فقال أنا بريء منك. ثم تورع منه. فأنزل الله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذا وصف الشيطان. كذلك المنافقون قالوا اليهود انقضوا العهد وقاتلوا محمد ونحن معكم، فلما نقضوا العهد تبرأوا منه. هذا مثل كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى ذكر هذه الأوصاف لنحذرها تحذيرا لنا. نعم. لئلا يصيبنا ما أصابه. نعم. وقد ذكر في سورة المنافقين قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى آخر السورة. والمقصود بيان ذكر الله تعالى سورة كاملة في شأن المنافقين تسمى سورة المنافقين، بيّن الله تعالى أوصافها وأخلاقها تحذيرا لعباده المؤمنين لأن تصف بصفاتها. قال سبحانه إذا جاءك المنافقون وهم الذين كفروا في الباطن وأظهروا الإسلام في الظاهر قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا في الظاهر واللسان، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لهم ظاهر وباطن، ظاهرهم الشهادة لله تعالى بالوحدانية في اللسان والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفي الباطن قلوبهم مكذبة اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية يتقون بها العقوبات التي تصيبهم في الدنيا، كل ما فعلوا شيء حلفوا أنهم ما فعلوا ولا كذا فيسلمون، لأن الأحكام إنما هي تكون على الظاهر مسترا لها الله. فجعلوا أيمانهم وقاية، كل ما وقعوا في شيء حلفوا أنهم ما فعلوا. هذا في تحذير المؤمن، بعض الناس حتى بعض المؤمنين تجد يحلف دائم ولا يبالي، هذه من صفات المنافقين، يجعل يمينه وقاية. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، بئس ما صنعوا، ذم لهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا وصف الإيمان والكفر، آمنوا يعني عرفوا الحق ووحى لهم الحق ثم كفروا، فلما كفروا بعد وضوح الحق عوقبوا بأن طبع الله على قلوبهم، جعل طبع على قلوبهم، فطبع الله على قلوبهم فجعل عليها غلاف كالطابع والختم. في الآية الأخرى ختم الله على قلوبهم ختم، وفي الآية الأخرى أخبر عن الكفر أنهم قالوا وقالوا قلوبنا غلف، إذن قلوبهم يكون عليها غلاف يكون عليها طابع يكون عليها ختم بسبب تركهم الحق وإعراضهم عن الحق بعد وضوحه، كما قال تعالى في الآية الأخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم بسبب زيغهم وتركهم الحق بعد وضوحه. وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم أمهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، هذه من أوصافهم يعجبك منظرهم وكلامهم، كلامهم معسول وبليغ فصيح لكن القلوب لكن القلب خرب، القلوب خربة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة خاوية ليس فيها جوفاء ليس فيها فائدة يحسبون كل صيحة عليهم بسبب ما في قلوبهم من الهلع، كل أمر ينزل يظنون أنه نازل بهم، كل أمر وكل
حادثة قالوا إن هذه علينا، هذه علينا، يخشون سبب ما في قلوب من الريب والزيغ. قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم، هم العدو، قاتلهم الله أن يؤفكون، نخبر الله أنهم هم العدو، يعني هم العدو الحقيقي اللدود شديد العداوة. وإن كان اليهود عداء، اليهود عدو والنصارى عدو، لكن هؤلاء أشد عداوة، ولهذا قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، هذه من صفاته، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، لا حاجة بهم لا يستغفر لهم الرسول، ما يحتاجون لما في قلبهم قلوبهم من الكفر والنفاق. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أعرضوا وصدوا ولم يقبلوا، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال الله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني ما داموا على كفرهم ونفاقهم فلا يفيدهم الاستغفار، حتى ولو استغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، هم الذين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن، هذه من أوصافهم أنهم يقولون، قل بعضهم لا تنفقوا على المؤمنين ولا تبذلوا أموالكم، اتركوهم في فقرهم وحاجتهم حتى ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتركوه ولا يبقى عنده أحد. هكذا هذا من ظنهم، يظنون الإسلام ينتهي، لا ينفقون، لا تنفقون على من عند رسول الله من الصحابة لعلهم ينفضون عنه ويتركونه ولا يبقى معه أحد. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن، قال الله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. إذا منعتم النفقة أنتم فالله له خزائن السماوات والأرض، الرزق بيد الله. يقولون هذا من أوصافه، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا قالها عبد الله بن أبي، هذه الكلمة قالها لما حصل نزاع بين، حصل حادثة بين الأنصار وبين المهاجرين، لما كسع مهاجري أنصاري وتنادوا، قال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، يعني المهاجرين اللي هاجروا من مكة إلى المدينة والأنصار نصروهم حتى عز الله نصيب، لما حصل نزاع بين بعض الشباب، شباب الأنصار وشباب المهاجرين، وتنادى هؤلاء وهؤلاء، وبلغ ذلك عبد الله بن أبي قال أو فعلوها، ما حال رحالهم إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك، يعني المهاجرين أنا جئناهم الآن، جئنا بهم إلى المدينة وكذا والآن صاروا ردا. ثم قال والله لا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد العز نفسه والأذل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فسمع طيب الله، فسمعها بعض الصحابة وزيد بن أرقم أو غيره، فأنزل الله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولما سمع عبد الله بن أبي، عبد الله ابنه، عبد الله من أصلح عباد الله، جاء ووقف أمام أبيه بسيفه وقال والله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأذل ورسوله والأعز. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إني سمعت أنك ستقتل عبد الله يعني أباه، وإني لا أستطيع أن أرى قاتل أبي، لكن إن أردت قتله فأمر لي أعتك برأسه. فقال له لا نستبقي، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. أنزل الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافق لا يعلم، لله العزة ولله العزة ولرسوله والمؤمنين أبدا دائما إلى يوم الدين. فلله العزة ولرسوله والمؤمنين على رغم ينوف الكافرين والمنافقين واليهود والنصارى، ولكن المنافقين لا يعلمون،
أن العزة باقية لله ولرسوله والمؤمنين. فنسأل الله أن يعزنا بطاعته، نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله، وأن يخذل الكفار والمنافقين ويكبتهم ويقف